نايف. هلا صباح الخير لكل الناس، لكل السوريين بكل مكان. بس بدي اقول الف مبروك لكل العالم على هاللحظة اللي كلنا ناطرينها لنا سنين. هذا جوزيف، صبح العالم. هاي مع اولادي، وصباح الخير بابا. بس يعني الشيء الوحيد هيك اللي متحسرين عليه انه كل هاي سنين الحرب 13 سنة نحن بسوريا حاولنا قدر الامكان انه ما نطلع كرمال اهالينا وكرمال الناس اللي بنحبهم هنيك. بس للاسف بهذا اليوم التاريخي نحن انا برا البلد. يعني ما بعرف، شعور لا يوصف، شعور لا يوصف. هاي روي، سلم بابا العالم. هاي لايف. طار يا شباب. عن جد طار واخيرا. ما في ظلم بدون. هاي هي. عن جد الف مبروك، تحررت سوريا. اي والله تحررت سوريا. حبايب القلب، عم بقرا كومنتاتكم. يلا ان شاء الله هذا الشيء اللي صار يكون لخير السوريين كلهم بكل مكان. نحن هون بلبنان عم نصور كثير من رفقاتنا والعالم والناس عم تشتغل معنا على سنين ما نزلت على البلد. يعني هاي الفرحه لحالها تسوى الدنيا. واخيرا رح تقدر الناس ترجع على بلدنا اللي كانت مسروقه منا بالقهر والقتل والدم. يا رب، الحمد لله يا رب، بس الحمد لله. بدنا نرجع على حمص ونحتفل كلياتنا مع بعض مع كل رفقاتنا اللي كانوا برا اللي ما قدرانين يرجعوا. الله كبير، والله الله كبير. اللي عم يسألني ليش تصورت مع بشار، اللي بيعرف بيعرف، اللي ما بيعرف هو الكف عدس. ما كان حدا، يعني انت عايش ببلد صراحة السؤال ما بينسأل. يعني اللي الثورة طلعت ضده، ليش طلعت ضده؟ من وراء الظلم اللي كان، من وراء انه يعني عن جد لا فيك تعمل اي شيء انت. فانا 13 سنة صامد، ما طلعت، ما عملت ولا شيء له علاقة بتأييد هذا النظام. بس هذا الوقت كان كنا مجبورين، لانه الضرر انتم بتعرفوا كلياتكم، الضرر هو مو على شخص واحد. يعني ما قصة انه اذا الواحد بيعارض لحاله فهو بيتحمل المسؤولية. هذا ممكن يعمل ضرر لكل عائلته، لكل معارفه، كلياتنا بنعرف هذا الشيء. ألف مبروك لكل الناس، وأخيرا يعني الحلم تحقق. ويا رب يا رب كل خير الجميع، يسعد صباحكم. وعاشت سوريا وسقط بشار الأسد. أصلي ليك.